أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية منها وحتى الدولية، لكن نبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم. البداية من صحيفة الميثاق الوطني ومقال للكاتب صباح الناصري يقول فيه: ما يهيمن في عراق اليوم هي ثقافة الموت التي تتجسد ليس فقط في طقوس ومراسيم وممارسات عدائية فقط، ليس فقط في هذه كلها، في تدمير البيئة الطبيعية وجعلها غير صالحة للعيش، ليس فقط في انعدام القيمة الجمالية الموروث العمراني وكذلك التاريخي، إنما وقبل كل شيء بانعدام الحقوق الطبيعية للفرد، أي بهيمنة قوانين لاهوتية ميتافيزيقية انتهازية تسحق الذات البشرية وتقلل كذلك من كيانها وترفض التعامل مع التاريخ البشري كتاريخ بشري. ويضيف الكاتب: لا حفاظ على البيئة والمعالم الأثرية، لا حل ولا تغيير، واستحالة تقنين حقوق الأفراد الجوهرية والحفاظ على الموروث الحضاري بظل هيمنة ثقافة الجهل والفساد والموت. إن الطريقة الوحشية لتدمير المعالم التاريخية والروحية تعكس جوهر هذا النظام الولائي الفاشي، محو الهوية الموحدة للشعب وكيانه الحضاري. الغريب في الكارثة ليس فقط هدم المساجد لأسباب ضحلة بضحالة عقولهم، الغريب عدم انتفاضة شرائح الشعب ضد هذا الفعل البربري. وفي نينوى هدم منارة الحدباء التاريخية هناك ليس ببعيد. ينقلب النظام الميليشياوي ورئيسه رشيد في سابقة هزلية، إعفاء البطريرك ساكو من منصبه غير قانوني، إذ لا يحق لأحد إعفاؤه من صلاحياته إلا بابا الفاتيكان. ينقلب النظام الميليشياوي إذن ورئيسه رشيد على الكاردينال لويس ساكو للاستيلاء على الكنيسة الكلدانية وممتلكاتها من خلال تنصيب الميليشياوي القاتل ريان الإيراني المسمى خبثاً الكلداني. وإلى موقع كتابات ومقال للكاتب علي فالح الزهيري، نسمع كثيراً يقول في وسائل الإعلام ومواقع السوشيال ميديا عن محاربة الفساد ومذكرات قبض صادرة من هيئة النزاهة لمدراء وحتى موظفين ومسؤولين سابقين بتهم فساد وإهدار للمال العام، وهذا وما شابه ذلك من ملفات لمكافحة الفساد نسمع بها كثيرا كأخبار دون معرفة ما حصل بعد ذلك. وكل عراقي يسمع يوميا بهذه الأخبار لكن لا يرى على الواقع أي تفاصيل تشعره بأن هناك محاربة للفساد، كعرض جزء من التحقيقات أو تصوير محاكمة فاسدة لفاسد أو متهم ثبتت إدانته بالفساد. لو سألنا العراقيين عن محاربة الفساد حتما سيكون جوابهم: هذه المحاربة حبر على ورق وكلام في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وخير دليل ومثال يضرب على محاربة الفساد ستكون إجابة الناس على صفقة القرن. فما هو سبب سكوت الحكومة وهيئة النزاهة عن محاسبة المتهمين بهذه الصفقة والصفقات الأخرى؟ وإن كانت هناك محاربة للفساد حقيقية وجدية، فعليها أولاً محاسبة من ورد اسمه بصفقة القرن. الفساد متشعب ومعشعش في جميع مفاصل الدولة العراقية. يجب محاربة الرؤوس الكبيرة للفساد من رؤساء ووزراء ونواب ومديرين، وهؤلاء رؤوس للفساد. إن قضي عليهم تم القضاء على الفساد والفاسدين. ولكن هل من الممكن أن يحصل هذا؟ تحتفل التحذيرات وتتصاعد من قبل مسؤولين عسكريين في جيش الاحتلال من تفاقم أزمة رفض التحاق الطيارين بقواعدهم العسكرية. طبعا هذا ما كتبه الكاتب. الآن ننتقل إلى مقال الكاتب أحمد موفق زيدان بعنوان: الهند في عيد استقلالها 75 تتفسخ اجتماعيا.
يقول تحتفل الهند فيها 15 من آب أغسطس بعيدها 75 في الاستقلال عن بريطانيا الذي تم في عام 1947، لكن الهند التي رفع رئيس الوزراء الحالي لها ناريندرا مودي شعار حملته الانتخابية عام 2014 الهند تتلألأ، لم تعد كما كان يحلم بها وكما يحلم بها بعد التفسخ الاجتماعي الذي طالها منذ وصوله إلى السلطة، والتي بدأت حقيقة وواقعا يوم كان رئيسا لوزراء إقليم كوجارات، حيث وقعت مجزرة أليمة بحق المسلمين هناك وسط صمت دولي عارم ودعمه كذلك ومساندته، حيث أسفر عن حرق 5000 مسلم يومها، بعضهم تم حرقه داخل القطارات، وهو ما تسبب في حالة غضب عارمة وذعر في الهند وخارجها. القوى الدولية اليوم في ظل التوتر والتصعيد الحاصل في أوكرانيا وانعكاساته الإقليمية والدولية كلها تطلب ود الهند، فروسيا تعد الهند شريكاً تجارياً لها وحديقة خلفية للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها، ولذا رأينا الهند لم تدن الغزو الروسي لأوكرانيا، بل وتقوم باستيراد النفط الروسي لتسويقه في الخارج، ملتفة بذلك على العقوبات الغربية عليها. أما أمريكا والغرب فيريدان الهند أن تكون قوة وازنة في مواجهة منافساتها وربما حربها القادمة مع الصين، لكن يبقى الواقع الهندي الداخلي مهدداً اجتماعياً واقتصادياً، ويبقى الواقع الهندي خطراً ليس على الهند ذاتها، وإنما خطراً على المنطقة والعالم، نظراً للامتدادات العرقية والمذهبية لعرقيات وأديان الهند في الخارج أولاً، وثانياً لأن الهند في هذا الشهر ستحتفل بتفوقها على الصين من حيث عدد السكان، إذ سيبلغ عدد سكانها أكثر من الصين نفسها، مما سيرشحها لأن تكون الدولة الأكثر سكاناً في العالم. تصاعدت تحذيرات من قبل مسؤولين عسكريين في جيش الاحتلال من تفاقم أزمة رفض التحاق الطيارين بقواعدهم العسكرية، وسط مخاوف من أن الأزمة سوف تتدفق بشكل دائم ومنتظم وسيكون هناك تهرب خفي في أوساط الطيارين. وجاءت التحذيرات هذه بعد اعتراف الجنرال تومار بار قائد السلاح الجو لدى الاحتلال بأن القوات الجوية لا تزال قادرة على تنفيذ مهامها ولكن أقل من ذي قبل، حيث تضرر التماسك بشكل كبير ملحوظ وواضح، مقدرا أن سلاح الجو لن يكون هو نفسه حتى لو عاد جميع الطيارين، لأن هناك أضرار وإضرار بالتشكيلات الإضافية والمقار والقوات البرية. ما عبر عنه قائد سلاح الجو هو محنة شديدة للغاية بسبب إضعاف قواته وضعف دراماتيكي، لأن الانقطاع الأول وفقدان الثقة أهم في المستوى السياسي، حيث سيكون هناك طيارون عندما يتلقون أمراً بشن عملية ما سيسألون أنفسهم، ولم يكن الأمر كذلك من قبل، لماذا؟ باسم من نخرج؟ وهل هذا صحيح؟ ما يشهده الجيش هذه الآونة دليل على تهديد داخلي يقوم بتفكيكه تدريجياً من الداخل، ويفكك الثقة التي يستند إليها الجيش كجيش الشعب، لأنه دخل في عاصفة الثورة القانونية في الأشهر الأخيرة. تؤكد هذه المعطيات أن المستوى السياسي الإسرائيلي يتجاهل التداعيات السلبية للانقلاب القانوني على الجيش والأمن، ويرفض معظم الوزراء الاستماع للجنرالات الذين يحذرون مما يواجهه الجيش من صعوبات ستعيق تصديه للحرب القادمة في الشمال وغزة، فيما تمعن الحكومة في دفن رأسها في الرمال، لأن التدريبات ستكون فارغة، حيث سيحضر 60-70% من الجنود في أحسن الأحوال، وكفاءة الجيش باتت منخفضة المستوى.
نشر صحيفة الغارديان مقال رأي للكاتبة نسرين مالك حول أزمة النيجر والدرس منها، وقالت إن الأفارقة وليس القوى الدولية هم من سيحددون طريقة القارة، بالافتراض أن موسكو وواشنطن هما من ستمليان الأحداث، أمر لا يقبله قادة المنطقة. وهنا الأمل بحسب قول الكاتبة، مضيفة أن حزام انقلابات يمتد على طول القارة الإفريقية ويمضي على طول الساحل ويقطع شمال منطقة الصحراء كذلك. اقترح بوتين تحرير الدول الإفريقية من الاستعمار الجديد، وفي النيجر تجمع مؤيدو الانقلاب وهم يلوحون بالأعلام الروسية وهتفوا تسقط فرنسا، وهذا ليس للتقليل من شأن فاغنر وتأثير روسيا، إلا أن هؤلاء هم مساعدون وليسوا أسباباً لسلسلة الانقلابات منذ 2020، ويعمل وجود المرتزقة على الأرض للفت انتباه الولايات المتحدة والتدافع الدبلوماسي بشكل يخلق انطباعاً أن هذه الانقلابات هي مناوشات بالوكالة على السلطة ونيابة عن أنظمة أجنبية، وهو ما يخفي الديناميات الحقيقية على الأرض. وأدى وجود الجهاديين في المنطقة لعمليات عسكرية ضيقة النظر من الدول الغربية التي نشرت قواتها في النيجر ومنطقة غرب إفريقيا، إلا أن هذا لن يحل المشكلة. ووسط التأطيرات التي تستعيد الحرب الباردة والحسابات العسكرية بشأن العدوى الجهادية والشكوى من خسارة المستعمرين السابقين التأثير، فإن انقلاب النيجر والانقلابات التي سبقته قد تكون طريقاً لمستقبل يعتمد فيه استقرار القارة على شروطها وليس دوائر البحث والتحليل والبنتاغون. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتور. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. توفر ورش إعادة تدوير العلب المعدنية وتحويلها بعد ذلك لأواني مطبخ فرص عمل للعشرات في مناطق شمال سوريا الخارجة عن سيطرة النظام السوري. وأسس هذه الورش نازحون يقيمون في محافظة إدلب وهاري في حلب، ويعمل فيها العشرات من النازحين
وسكان المنطقة وتدر عليهم دخلا معقولا لإدامة حياتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مناطقهم، حيث تجمع علب الدهان والسمنة والجبنة والمشروبات من مراكز تجميع القمامة وتباع لهذه الورش التي تقوم من جانبها بتحويلها إلى أواني مطبخ بعد مرورها بعدة مراحل، وبذلك يكون قد تم التخفيف من التلوث البيئي الذي تسببه هذه النفايات بعد تحويلها إلى مواد نافعة. الحذر كل الحذر. يعود الحديث من جديد عن وباء كوفيد-19 في خضم الصيف في فرنسا ودول أخرى، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات يستدعي اليقظة من جديد رغم عدم بلوغه مستويات عالية. وأبلغ أيضا عن انتشار الوباء مجددا في الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا والهند واليابان، حيث تخطت الشعوب هذه فيروس سارس كوفيد-2 بعدما استمر بالانتشار لمدة تجاوزت 3 سنوات من خلال موجات عديدة، ولكنه يعود حاليا إلى أذهان فرنسيين، وتؤكد بعض المؤشرات عودة انتشاره. وقالت منظمة الصحة العالمية أن عدد الحالات التي رصدت على مستوى العالم ارتفع بنسبة 80% على مدى شهر، مع 1.5 مليون إصابة إضافية من 10 من تموز/يوليو وحتى 6 من أغسطس. والآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الناس لما بتيجي على المسبح بصراحة يعني الحمد لله رب العالمين بتتفاجأ أول شيء إنه أنا برجل واحدة كيف بدي أتعامل مع الأطفال، لكن لما بنزل في المية مع الأطفال وبحسسهم إنه أنا بتعامل معهم كأب إلهم وبزرع الثقة في داخل أطفالهم إنه المية هذه هي حتساعدك على الاستمتاع في الحياة، مباشرة تتغير تنقلب نظرته إلى 180 درجة. أيوة كل إنسان بيسعى للنجاح لابد أنه يلاقي عقبات، بالأخص لما يكون هو من ذوي الاحتياجات بحيث أنه يعني نظرة الناس أو إلى آخره، لكن الحمد لله رب العالمين هذه الأمور الإنسان بالإرادة وبالعزيمة بيتخطاها وبيصل لهدفه. إلى اللقاء.